فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، عليها فرص ومنح كتيرة جدا، وده كمان الويب سايت الرسمي الخاص بينا هتلاقوا عليه فرص ومنح عديدة، فريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. منحة النهاردة منحة ممتازة جدا جدا. ليه؟ لأن المنحة دي هي لدراسة اللغة الإنجليزية والحصول على شهادة الأيلتس أو التويفل مجانا. ناس كتيرة جدا بتسألنا فين يا جماعة المنح بتاعة دراسة اللغة، عايزين ندرس اللغة الإنجليزية بشكل كامل وناخد شهادة فيها. النهاردة جايبين لكم منحة مميزة، هتاخد كمان بعد انتهاء المنحة هيكون ليك القدرة انك تعمل امتحان الايلتس او التويفل بعد لما تحضر الكورس اللغة الانجليزية، وكمان يعني مصاريف الامتحان بتكون غالية ولكن المنحة هي اللي هتعملها لك على حسابها. تمام؟ طيب خلينا نتعرف على التفاصيل. الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي او الدولة اللي هي مقدمة للمنحة هي دولة تركيا. تمام؟ مؤسسة او الجهة المانحة هي مؤسسة توكل كرمان. تمام؟ ودي مؤسسة بتقدم دبلومات عديدة في مجالات مختلفة، سواء في كورسات للغات او في كورسات في ادارة اعمال وغيره من التخصصات والمجالات. فالمؤسسة دي مقدمة كورس لدراسة اللغة الانجليزية. تمام؟ وهيكون في تركيا من مؤسسة توكل كرمان. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي متاحة لجميع المراحل الدراسية، سواء انت طالب او خريج او خريج دبلوم، اي مرحلة دراسية متاح ليك التقديم، سواء انت بقى ثانوية عامة، ماجستير، بكالوريوس، دكتوراه، سواء دبلوم، سواء انت اتخرجت ومش بتدرس، متاحة للجميع. بالنسبة لشرح المنحة دي، خلينا نتعرف على التفاصيل كده. بيقول لك اعلنت مؤسسة توكل كرمان وهي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المؤسسة دي واخدة جائزة نوبل قبل كده للسلام، وان هي هتقدم 1500 منحة لدراسة اللغة الانجليزية. تمام؟ وتعتبر المنح المقدمة ممولة بالكامل بحيث انها تشمل تكاليف دراسة دبلوم اللغة الانجليزية المكثف لمدة سنة وثلاثة اشهر. هتاخد حضرتك كورس اللغة الانجليزية لمدة سنة وثلاث شهور على حساب المنحة. انت متخيل سنة وثلاث شهور هتدرس فيهم اللغة الانجليزية، فدي هتخليك يعني ملم بكل تفاصيل اللغة، وهتبدأ من يعني المستوى الاول في اللغة، مش بقى مستوى عالي او كده، لا هتبدأ من البدايات، وده هيعرفك على اللغة بشكل اكتر. كما يحصل الطلاب على اعفاء من رسوم اختبار شهادة الايلتس او التويفل في نهاية الدورة. كمان هتقام دورات الدبلومات في اللغة في مدينة اسطنبول التركية للطلبة المقيمين في تركيا، كما يمكن للطلاب من خارج تركيا الحصول على الدورة عن بعد. يعني ايه؟ يعني لو انت حاليا دلوقتي قاعد في تركيا بتاخد الكورس في مركز مؤسسة توكل كرمان اللي موجود في تركيا. تمام؟ طب لو انت من مصر من دولة تانية ومش قاعد في تركيا حاليا، بتاخد الكورس اونلاين عن بعد. تمام؟ يبقى المنحة دي للطلاب او للناس اللي من خارج تركيا هياخدوها اونلاين. كمان المنحة دي بتندرج تحت برنامج قيادات من أجل مستقبل الشباب، يعني هي معمولة عشان مستقبل الشباب والأشخاص ان هم يتعرفوا على يعني يدرسوا اللغة الإنجليزية وتعرفوا على ثقافة جديدة او لغة جديدة وينموا معارفهم فيها. تمام؟ طيب بالنسبة للتمويل زي ما احنا قلنا ممولة بالكامل، دفع رسوم امتحان تحديد المستوى، هيتعمل لك الاول امتحان تحديد مستوى هيكون على حساب المنحة، كورس اللغة الانجليزية المكثف لمدة سنة وثلاث شهور على حساب المنحة، اعفاء من رسوم اختبار شهادة الايلتس او التويفل على حساب المنحة برضو. تمام؟ والفايدة بتاعت اختبار الايلتس او التويفل ده بيأهلك انك تدرس في الدول الاوروبية واستراليا وكندا، لانهم بيطلبوا الايلتس او التويفل وبيكون الامتحان غالي، وبيكون كمان محتاج الامتحان محتاج له تجهيز، فانت كده بتاخد كورس لغه انجليزيه بتاخد تجهيز للايلتس والتويفل وبتمتحن الايلتس والتويفل كمان على حساب المنحه، فدي فرصه عظيمه جدا. كمان امكانيه المشاركه في عده فعاليات ودورات تدريبيه من خلال هذه المؤسسه، ده بالنسبه للتمويل. طيب بالنسبه هنا للدول المتاحه للتقديم، احنا ما عندناش دول كتير جدا متاحه للتقديم. الدول المتاحه للتقديم هي فقط اليمن والعراق وسوريا، فلسطين، السودان، الصومال، ومصر وتركيا. تمام؟ دي قائمة الدول فقط او الطلاب المقبولين او الاشخاص المقبولين في هذه المنحة. تمام؟ طيب
عندنا هنا ملاحظة كمان، الفرصة دي ليس بها حد أقصى العمر للتقديم، فهي متاحة سنك كبير سنك صغير بتقدر تقدم فيها عادي جدا. كمان الفرصة دي متاحة لجميع المراحل الدراسية زي ما قلنا، من طلاب وخريجين ودبلومات ومن مختلف التخصصات، لأنها لدراسة اللغة الإنجليزية. بالنسبة للأوراق المطلوبة عشان تقدم في الفرصة دي، أول حاجة صورة جواز سفر أو الهوية بتاعتك، يعني لو عندك الباسبور بتاعك تقدر تقدم بيه ترفق صورته، أو لو عندك البطاقة الشخصية زي ما بيسموها في مصر أو الهوية الوطنية تمام بتقدر إنك تحطها عادي مفيش مشكلة، اللي هي الأي دي كارد بتاعك في دولتك تمام، لو أنت مش معاك جواز سفر. كمان مطلوب منك صورة شخصية بحجم 5x6 تمام، والأفضل تكون بخلفية بيضاء. كمان مطلوب شهادة تخرج، لو انت خلاص مخلص دراسة لآخر مرحلة دراسية بترفق شهادة تخرجك، أو لو انت يعني مثلا لسه حاليا بتدرس تجيب شهادة السنة اللي قبلها، آخر سنة دراسية انت خلصتها بتجيب شهادة بتثبت بذلك تمام. طيب كمان مطلوب منك فيديو عنك، يعني فيديو عن نفسك تعرف فيه عن نفسك، ما تزيدش مدته عن دقيقتين، تتكلم فيه عن نفسك كده صوت وصورة، ومثلا بتوضح فيه انا اسمي كذا، انا مهتم بالدراسة اللغة الانجليزية لانها مثلا هتفيدني في حياتي سواء في دراسة سواء في عمل، انا مهتم اقدم عن طريق مؤسستكم لانها مؤسسة ممتازة وهستفيد جدا من كورس اللغة معاكم، يعني هتحاول توضح لي عايز تنضم للمؤسسة دي وتاخد كورس اللغة من عندهم وازاي هتطور من مهاراتك في اللغة وكل هذه الاشياء وتعرف عن نفسك تمام. طيب كيفية التقديم في المنحة دي، التقديم بسيط جدا، هيتم ملء الابلكيشن اونلاين وارفاق الاوراق اللي احنا قلنا عليها. بالنسبة لاخر معاد للتقديم في المنحة دي هو 12 يوليو 2021، ده اخر معاد عشان تقدم في المنحة دي. عندنا هنا ملاحظة كمان، ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا كمان بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين، عشان لينا شراكة مع مكتب معتمد بيوفر ذلك. كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، أنا لو حابب تقدم على المنحة دي من خلالنا متاح، وخدمة تجهيز الأوراق عشان تستخدمها في التقديم بنفسك لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، وكمان التقديم على الكورسات. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان رابط خدماتنا موجودة هنا تمام. طيب دلوقتي خلينا نروح نشوف الإعلان الرسمي للمنحة، تيجي تضغط على كلمة الإعلان الرسمي دي عشان يفتح معاك الموقع الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل اللي أنا قلتها تمام. طيب هنا ده الاعلان الرسمي زي ما متاح هنا وموجود عندك قدامك، قائمة الدول المتاحة، موجود عدد المنح المقدمة 1500 منحة تمام. كل التفاصيل هيكون متغطي، امتحان الايلتس او التويفل، كل حاجة موجودة هنا عندك هتلاقيها بالتفصيل من الموقع الرسمي. طيب خلينا دلوقتي نروح ونشوف بقى كيفية التقديم، نرجع تاني الويب سايت بتاعنا وتروح عند كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم تمام. تقدر تلاقي كلمة قدم الان ويفتح معاك ابلكيشن التقديم اللي انت من خلاله هتبدا انك تملى الاشياء المطلوبه في المنحه وترفق كافه الاوراق تمام. فهنشوف دلوقتي الابلكيشن هيفتح معانا ازاي. طبعا الابلكيشن ده لما بيفتح اول حاجه انت لازم تسجل عليه تمام، زي ما ظهر معانا دلوقتي لازم تحط الايميل بتاعك هنا تمام، تحط ايميلك وبعدين تضغط على امنوت الروبوت وبعدين تضغط على كلمة continue، فكده انت بتسجل الايميل بتاعك على موقع المنحة وبيوصلك على ايميلك اللي انت كتبته هنا ده زي activation link، تضغط عليه وبعد كده بيدخلك على الابليكيشن بتاعك وبتبدأ تملى تمام. طيب بعد لما هنعمل خطوة الاكتيفيشن لينك اللي هتوصلنا على الايميل بتاعنا هيفتح معانا الابليكيشن بهذا الشكل تمام. طيب هيظهر معاك الابليكيشن كده، وفي اول حاجة بيشرح لك بقى تاني، بيقعد يقول لك تاني برضو ايه الاشياء المطلوبة تمام، والتفاصيل والشروط بتاعت المنحة. بعد كده بتضغط على كلمة continue تمام، وهنا بيوضح لك برضو هنا يعني التغطية بتاعت المنحة هتكون ايه، بتضغط على كلمة continue برضو هنا نفس التفاصيل تمام، وبعدين بتضغط على كلمة continue تاني وبيبدأ هنا معاك الابليكيشن. في الابليكيشن بتكتب اسمك، الاسم العائلي، الايميل بتاعك، جنسيتك تمام، تحط انت هتقدم بالباسبور ولا بالهوية، الهوية معناها اي دي تمام، لو انت معكش باسبور بتحط الاي دي، تحط رقم الباسبور او الاي دي هنا تمام، والجندر بتاعك، تاريخ ميلادك والدولة اللي انت قاعد فيها حاليا، تحط رقم الواتس بتاعك، رقم تليفونك تمام، تحط هل انت بتشتغل دلوقتي مثلا ولا بتشتغلش، لو بتشتغل بتحط عدد ساعات العمل بتاعتك، هل استخدمت برنامج الزوم قبل كده ولا لا، بالنسبة لمهاراتك في الكمبيوتر كويسة ولا لا، سمعت عن المنحة دي ازاي، ايه الاديوكيشنال ليفل بتاعك حاليا اللي انت خلصته او اللي انت بتدرس فيه حاليا تمام، وازاي سمعت عن المنحة دي تمام. وقصدي يعني هنا ليه عايز تنضم للمنحة دي، ايه هدفك من الانضمام للمنحة دي. بعد كده بتضغط على ايام نوت روبوت تمام، وهنا بس عشان انا احط رقم التليفون تمام عشان يظهر معايا مظبوط،
تحط كده اي رقم بس عشان املى الابلكيشن، بعدين بتضغط على كلمه كونتينيو هيوجهك بعد كده للصفحه اللي بعدها. الصفحه اللي بعدها هنا بتحط صوره شخصيه دي، تمام؟ الصوره الشخصيه لازم تكون 5x6 وتكون بخلفيه بيضاء. دي هنا بتضغط على براوز دي عشان تاخد الصوره الشخصيه سواء من التليفون بتاعك او من جهاز الكمبيوتر، ويفضل انك تملى الابلكيشن من جهاز كمبيوتر. بعد كده بتحط صوره الباسبور او الهويه هنا، وبعدين بتحط الايديوكيشنال ليفل سيرتيفيكيت هنا، وبعدين هنا بتحط الفيديو، تمام؟ وزي ما احنا قلنا فيديو ما يزيدش عن دقيقتين، وتحاول توضح فيه نواياك للانضمام للمنحه دي وازاي هتستفاد منها وتعرف عن نفسك. بعد لما بتحط الاوراق المطلوبه ومليت بقى البيانات السابقه بتضغط على كلمه كونتينيو. طبعا مش هعرف اضغط على كلمه كونتينيو الا لما احط الاشياء دي يعني قبلها. فلما انت كده يعتبر خلاص مليت الابلكيشن طالما ارفقت الاوراق المطلوبه والاشياء المطلوبه، بعد كده بتضغط على كلمه كونتينيو بيقول لك خلاص انت كده كملت الابلكيشن بتاعك، وبعدين بتضغط على كلمه سبميت ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه. تمام، الابلكيشن بسيط مش معقد، بس كل حاجه تحاول تعملها بنجاح. وبالنسبه للناس اللي حابه تقدم من خلالنا برضو ان شاء الله متاح، وممكن نساعدكم كمان في الفيديو ان احنا نوجهكم الاشياء اللي ممكن تقولها في الفيديو عشان يطلع بشكل كويس وبشكل احترافي. تمام، فكده شرحنا كل التفاصيل الخاصه بالمنحه واخر ميعاد وضحناه، الدول المتاحه، خدماتنا برضو وضحناها، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.